حاج عبد الناصر. زين يا حاج. زين سالم، ايه الاخبار؟ اهلال يا عامر. يا عامر اسلام، ايه اخبارك؟ تمام رايق. الله يخليك يا حاج. الله يبارك فيك. بعدين يا عمي، ود عمك تطلع له هوايل في البلد. ود عمي مين يا ابوي؟ ود عمك الضوي يا عمي. ماله يا ابوي الحق الضوي؟ حق كل نص، كل نصر اكتوبر ياقي مطلع له هوله جديده في البلد. ايه بيقول؟ بيقول انا رفعت العلم السنه اللي فاتت، وانا اللي كتبت العلم دمي، وانا اللي حررت سينا، وهوايل هايله، وطلع طلع له هوله جديده كمان. ايه ده السنه دي طلعيه كمان؟ مطلع له هوله جديده يا عمي. هوتيدي يا ابوي. بيقول خدت الاقامه الذهبيه في الامارات. وعي؟ اه، مش كلامه حديث، هو مش كل سنه لازم اطلع له بدعه جديده؟ وسيب دلك حكا واكتوبر. دلك بيقول اخذت الاقامه الذهبيه من الامارات. مشوار الاقامه الذهبيه في الامارات، اكش اكش بس ما يطلع زي كل سنه. يا ابوي والله انا ما عارفه عمليه فيه ود عمي ديتي. اسكلت وشنا يا حاج ناصر، مش كده يعني؟ ده انا يا اسلام ما قادرش اوري وشي في البلد ليها. انا شايفك انا مش بتطلع من بيتك نهائيا، قاعد نهار كله من جرس وكذبه. ده شغل جرس يا عم، انا قلت اقول لك برضه عشان خاطر تلقى لك تتصرف معاه. يلا يا عمي السلام عليكم. ما تعرفوش لي وين قاعد؟ اه قاعد مرزوع هناك. قاعد في الموز؟ قاعد في الموز هناك مرزوع. لما اروح لي يا ابوي يا اخي، حتى لما يكذب يعني يكذب كذبه معقوله شويه. هذا الدور ده فتح على الاخ، لما اشوف لي حل معاه. اه روح له يا عم. يا من ليالي على اولاد الاصول حكمت، لا تقصد الندل في عوزة ولو حكمت، اقصد جدع زين ومقصل من الجدين، ولا تقصد اللي على شناب المرا حكمات. ادعك يا ضوضو. اه يا بلد عايزه ولد، اه يا بلد. السلام عليكم يا حاج دوي. يا عامل عبد الناصر. الله يبارك فيك يا عبد عمي. كويس. ويا عامل انت رايق؟ ها رايق يا ود عمي الحمد لله. يا عامل كويس؟ واخبارك انت تمام؟ رايق تمام. ايه امال ايه اللي معلقه في رقبتك دي؟ ها؟ ايه اللي معلقها في رقبتك دي؟ دي اسمها هاند باك. هاند باك؟ اه. ودي اسمها سمارت ووتش. كمان؟ مالكش في الانجليزي انت؟ لا. وبعدين يا ابوي معاك يعني ود عمي، يعني مش حتلايمها عيب عليك حكاويك الفاضيه دي اللي نهار كله طالع لي بيها في البلد. طب قول كل سنه، كل سنه وانت طيب. قول لي كل سنه وانت طيب يا اخي. باقي 48 ساعه على ذكرى انتصارات 6 اكتوبر اللي شاركت فيها، وباقي 48 ساعه شاركت مع قوات الصاعقه المصريه الباسله في غلط محابس اللبان في قناة السويس اللي العدو قال لك هنخلي القناة نار. اه انت برضو عملت الكلام ده عيب عليك مش على ود عمك. اه عيب عليك الحكاوي دي مش على ود عمك يا ضوي ولا يمه. حتى انت يا عبد ناصر يا رجل عيب عليك، اختشي. طب واعي الهواي لما اللي لي من دمي ولحمي بيقول علي كده، او يبقى الغريب من حقه يا ابوي ما يصدقنيش. طيب يا ود عم انت مش كان عندك فلات فوت وما رحتش الجيش اصلا؟ حربت كيا؟ قول لي كده. خلاص ود عمك توسع في كلمتين، يعني مش هو اللي قامك في البلد. طب ما ينفعش يا ود عمي. خلاص انا كان نفسي اشارك يا اخي، كان نفسي اشارك في الملحمه الكبيره دي. هي الهواء اللي بتاعتك باذن الله هشارك، والايام جايه هنشارك يا ابوي. لكن الناس جرستنا، انا ما قادرش اوري وشي لحد النهار كله يقولوا لي روح اتوكل على الله. يا راجل ده ود عمك كذاب، روح رجعه. عيب والله ما قادر اخزي واحد كذاب زيك. واحد كم مره ناس واحد يكذب علي اجي ارجعه يقول لي بدل ما ترجعني انا رجع ود عمك الكذاب اللي النهار كله يخرب. ما البلد ما بتحبش الناجح برضو عم عبد الناصر. وي هم لو يحبوني حتى لو كذاب هيصدقوني. صدقوك يا راجل، ما كفايه السنه فاتت يا راجل لما رحت على الواد بتاع الكمبيوتر ديت اللي اول الشارع عمل لك صور واديته 200 جنيه عمل لك صور انت ورافع العلم، وراح جابعك الواد في البلد قال يا ابوي ده لا راح ولا جه، ده هو جاني اداني 200 جنيه وقال عمل لي صور ركبها لي تركيب انا ورافع العلم. والناس كشفتها وبقيت جرسنا جرس يومها. ما هو المصور العنق الخرب الدنيا معاك، عارف المصور كان ناس 20 30 سنه صدقتني برضه.
وضلك كدبك زاد وغطى يا ود عمي. لافف في البلد يا اخوي كل اللي قابلني يقول لي قال ود عمك شو قال اخذ الاقامه الذهبيه من الامارات. قلت وي هي وصلت للكذب ده كمان. هم على كده برضه مش مصدقين موضوع الاقامه الذهبيه؟ حيصدقوك ايه؟ ما عارفينك كذاب ماخدين فكره عليك كلامك كله كذب ونتش. انا ايوه الإقامة الذهبية دي في دولة الإمارات العربية المتحدة يا عبد ناصر. أيوة. مش بيدوها غير للمبدعين. أنا عارف الكلام ده. أيوة صح. أه أيوة ده رسمي بيدوهاش غير للناس اللي موثوق فيها وناس كمان لهم شأن يعني مثل ناس مش أي حد يدوها له. طب وأنت كده بس صدقهم ما قلتش ود عمي ليه 10 12 يوم وين غايب؟ أنا بس أنا قلت يمكن في الزرع منه ولا مني. زرع؟ ايوه صح سالت عليك كذا مره يقولوا لي مش قاعد. طب الشنط والحاجات دي مشتريها من الزارع دي من دبي. يا ابوي انا والله العظيم يا ود عمي اتمنى ده حاجه حتشرفني انا وعلى الاقل حتطور رقبتي قدام ناس البلد واخذي ايها واحد. طب هتطور رقبتك وهتمشي في البلد رقبتك كذا عم عبد ناصر وهتحط صوابعك في عينين اي حد حاقد. هو يا راجل حد كتب لي حاجه؟ حد نزل صفحات الاقصر كلها؟ حد نزل بوست قال الف مبروك لابن الصعيد حصوله على الاقامه الذهبيه؟ ها؟ طب هم لو واحد ركب قاعده فرنجي في الحمام ولا باني وبيقولوا عليها واجهه مشرفه وانا اللي اول واحد كمبدع اخذ الاقامه الذهبيه في دوله تاني حق يعني كلامك صح يا ود عمي. يا ابوي انت شفت الشنط دي قبل كده هنا ولا الساعات دي؟ لا يا ابوي. انت ما شممش ريحه العود الاماراتي في؟ ايوه شامم بسم الله ما شاء الله. يكون العود الاماراتي رحت اشتريته يعني من هنا؟ لا يا ابوي. انا نفسي اتمنى كده يا ود عمي بس عايز اتاكد عشان حتى تبقى لي عين قويه في البلد. هتبقى لك عين قويه وهتمشي كده رافع راسك في البلد. يعني صح الكلام ده؟ امال كذب؟ ما شاء الله ما شاء الله. وهم بيقولوا كذب عشان هم الغل والحقد ما قادرينش يستوعبوا انك انت نجحت. من غيابك على كده العشر 12 يوم دي كنت في الامارات وجبت لنا الاقامه الذهبيه. امال ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله. ايوه كده يا راجل ارفع راس ود عمك. تاخذ لك 5 درهم؟ كمان؟ جبت لنا دراهم؟ امال ايه؟ وي 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 وي. ادي يا عم عبد الناصر. اها. امشي كده في البلد هصورها لك وحط صواب. خد ايه دي؟ ايوه. ايه دي؟ وريني. ايه دي؟ ايوه. اقرا. اقرا. ايوه حق. ود عمك كذاب؟ والله حق يا ود عمي صح الاقامه الذهبيه اياها من دولة الامارات. طب وليه يا ود عمي ما بعتليش؟ والله ده انا كان جبت الطبل بزماره وكانت لقيتك من المطار، الف في البلد كلها. يا بلد عايزه ولد. اقول يا ود عمي اللي بتقولوا عليه كذاب. يا بلد عايزه ولد. لا والله العظيم يا ود عمي كده طولت رقبتي. يا راجل عيب عليك يا عبد ناصر عيب عليك. لا تمام. يا بلد عايز ولد. لا يا ابوي. يا بلد. لا خلاص. يا بلد. يا بلد تكره الناجح. لا سيبك ضلك من الحاقدين والناس الناس اللي بتكره دي سيبك منهم. عارف لو واحد غريب من اي حته تاني خدها؟ ايوه. كان رقصوا. حقه. ولا واحد معاه 7-8 مليون يروحوا يتعشوا معاه. ايوه. يبرموا وراه يتعشوا. على القهاوي. احنا ضلك احنا ضلك مالنا ومالهم ولا يسوى. انا ابوي ضلك اروح للواد بتاع التسوير هصورها لك عشان برضه تخليها معاه. ايوه صورها لي وابعتها لي يا ولد. وابعتها لي. ما تصدقش كلام اي حد. ضلك اصدق والله ما اصدق وضلك انت طولت رقبتك وشرفتني. طب تعال هصورها لك. شرفت ود عمك. وانت بتظلمني برضه. معليش انا ما اجعلش الحكايه كده عاد. انا على زي حكاوي اكتوبر. طب ايه رايك لترن على عبد الله بتاع النجع الطويل وتروح تجيب لي ربابة نهارده؟ والله نجيبها لك وحنخليها نهارده ما شاء الله ليلة. لازم يجيب لي ربابة وزمارة ليلة يحكوا بيها ويتحافوا. دي الإقامة الذهبية ود عمي جابها. والإقامة الذهبية وأخذنا الإقامة الذهبية وأخذنا الإقامة الذهبية وأخذنا الإقامة الذهبية وأخذنا الإقامة الذهبية. حنغيظك يا ابن المهرية. حنغيظك يا ابن المهرية. أخذنا الإقامة الذهبية. تعالي.